بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، يشارك الفريق الملكي للقدرة في مهرجان وينسور للفروسية الذي سيقام ببريطانيا بمشاركة كبيرة من فرسان العالم. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن التواجد المستمر في مهرجان وينسور للفروسية يأتي امتدادا للعلاقات المترابطة بين البحرين وبريطانيا بفضل الرؤية الملكية من لدن جلالة الملك المعظم والمساندة الدائمة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد إلى أن الفريق الملكي للقدرة يرتبط بتاريخ ناصع في المشاركة في مهرجان وينسور بعد أن فرض هيمنته على البطولة في السنوات الماضية، خصوصا في النسخة الماضية التي شهدت تسجيل نتائج إيجابية وإنجازات متواصلة، مبينا سموه أن الفريق يتطلع لكتابة سطور جديدة من النجاح في المحافل الأوروبية. وأضاف سموه أن فرسان الفريق الملكي على درجة كبيرة من الخبرة للتعامل مع السباقات الأوروبية القوية، ونحن على ثقة بأنهم سوف يكونون على قدر المسؤولية في تحقيق نتيجة إيجابية في ظل الإعداد الجيد للفريق. ومن هذا المنطلق نتوقع أن يظهر الفريق بمستوى فني مميز ولائق في السباق الذي سيشهد مشاركة واسعة من قبل مختلف فرسان العالم. هذا وشارك الفريق الملكي في الفحص البيطري الذي يسبق السباق في قرية البطولة التي شهدت حضورا واسعا من الفرسان المشاركين، حيث اجتازت الجياد الفحص بنجاح. وأنهى الفريق الملكي للقدرة تحضيراته بخوض حصص تدريبية منذ الوصول إلى بريطانيا، حيث وقف الجهاز الفني على جاهزية كافة الفرسان والجياد من خلال التدريبات المستمرة. جدير بالذكر أنه تم تتويج سمو الشيخ ناصر بن حمد بطلا للنسخة السابقة لمسافة 160 كيلومتر بجدارة واستحقاق.